تجارة مربحة لأطراف كثيرة انخرطت في المعركة وأصبحت بابا للارتزاق والدخل الوفير. يقول المعهد الملكي لشؤون الدولية شاتهام هاوس ومقره في لندن إن تجار الحرب يقفون حائلا ضد إنهائها في اليمن. يشير التقرير بأصابع الاتهام إلى جميع الأطراف في إدانة واضحة لما يعانيه اليمنيون. فميليشيات الحوثي تكسب ثروات طائلة من هذه الحرب، وهذا حافز كبير ليستمروا بجانب اعتقادهم أنهم مفوضون من السماء ليحكموا البلاد. تسبب الحوثيون برفع الأسعار على المستهلك بنسبة 15% تقريبا بسبب الجبايات التي يفرضونها على التجار في نقاط التفتيش التابعة لهم والسوق السوداء واستثمار موارد الدولة. يمارس الانقلابيون عملية انتقامية قاسية ضد المواطنين عبر أدوات نهب منظم واستنزاف ما تيسر من الموارد، غير أن تجارة موازية في جانب الحكومة الشرعية التي يستفيد أطراف فيها من تجارة النفط في عدن والضرائب، ويحصدون أموالا طائلة من تعبئة اسطوانات الغاز في مأرب، وكل هذه الأموال لا يستفيد منها الشعب ولا تستعمل في تخفيف الأزمات الإنسانية والصحية ونقص الخدمات الأساسية. يتفق الجميع إذن على ضرورة استمرار الحرب ويتوجسون من انتهائها لخشيتهم من فقدان مصادر تلك الأموال التي ستذهب إلى الدولة في حال انتهت الحرب. يضيف التقرير إن هذه الجهات رغم عداوتها لبعضها البعض فإنها كثيرا ما تبدو متعاونة فيما بينها، حتى أنها تتبادل تجارة السلاح التي تذهب للطرف الآخر. كما يبدو أن الحرب في اليمن ستطول لأن إرادة السلام لا تزال غائبة، والمنتفعون من هذه الحرب باتوا أكثر إدارة وتنظيما في جميع الجبهات. كانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن أكثر من 8 مليارات دولار قدمتها لليمن، إلا أن هذا الدعم للشرعية واليمنيين بدا أن جهات بعينها سعودية ويمنية امتصت السمين منه ولم تعطي سوى الفتاة سواء للإغاثة أو المقاومة. تحضر لغة المصالح لدى الأخوة الأعداء إذن من سياسيين وقادة عسكريين ومقربين من دوائر صنع القرار. حتى إذا ما انتهت الحرب وتصافح القادة، سيبقى اليمنيون وحدهم من يدفعون الثمن باهظا. إذن أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر السكايب من ستوكهولم في السويد، المحلل السياسي الأستاذ نبيل البيضاني. أهلا بك أستاذ نبيل. اهلا وسهلا اخي وشكرا للاستضافه. حياك الله استاذ نبيل. اذا اليمن واقتصاد الحرب او اعمال الحرب، تقرير جديد هذه المره من المعهد البريطاني الملكي للشؤون الدوليه تشاتهام هاوس، يضاف لتقارير اخباريه محليه واقليميه ركزت حول اقتصاديات الحرب. هذا التقرير ما الذي حمله من جديد هذه المره؟ وحقيقة أولا شاتهام هاوس هو معروف المعهد الملكي للسياسات الخارجية، مكانه في لندن، دائما ما يخرج بتقارير وحقيقة ودراسات متخصصة في موضوع اليمن، وتأتي من جميع المناطق، يعني ممكن أن نقول أنها تمتاز بالحيادية شيئا ما. ما يجعلنا هنا ننظر إلى الموضوع، موضوع مهم جدا، أنه خرج في هذا التوقيت الذي ازدادت فيه المعاناة اليمنيين، وأن هذا التقرير كان يتحدث عن، لم يحدد بالتأكيد، لم يحدد أطراف الصراع بالذات، يعني لم يحدد من هم المتنفذون الذي استطاعوا أن يصلوا إلى هذه يعني بالأسماء، ولكنه تحدث عن 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 فكرة التزاوج القديمة المعروفة في الشأن اليمني، هي التزاوج السياسي التجاري، خصوصا بين الشق التجاري والاستخداماته والشق السياسي واستخداماته وحتى العسكري واستخداماته. هنا لم يتحدث التقرير عن أشياء جديدة، بل أنه كشف ووضع نوع من الإضاءة على ما يحصل الآن في هذه الحرب. كما أشرنا، يعني كما يشير الكثيرين، بأن هذه الحرب عندما لا تنتهي أو لا يقوم أطراف الصراع إما بالحل السياسي أو بالحل العسكري، ينتج عنه مصالح وجماعات تبحث عن الحياة. بين هذه الجماعات يحصل عملية تزاوج وعملية مصالح وعملية منافع، ينتج عنها أيضا عملية رضاء بالحرب، وهذا ما يحصل الآن ووجدناها الآن في الصومال. اليمن متجهة إلى نفس ذات الاتجاه، ستجد ما سيستغربه الجميع أن الأموال تنتقل بين الجبهات، بين المناطق الصراع، بين مأرب وصنعاء، بين صنعاء وتعز، بين تعز وعدن، هذه المناطق كلها بنوا حتى حضرموت، بل أكثر من ذلك أن
التجار يستطيعون أن يوصلوا ببضائعهم بأموالهم، يستطيعون أن يصلوا إلى أماكن الصراع. هنا نريد أن نعيد للتساؤل الطبيعي الذي وجد من أي مواطن، ما الجدوى من هذه الحرب؟ ما الذي يريده الآن الحوثيين من هذه الحرب؟ ما الذي يريده الصالح والمخلوع صالح والمؤتمر الشعبي العام من الحرب؟ ما الذي يريده السعوديين والإماراتيين أيضا من الحرب؟ هذه الحرب ستنتج عنها الآن فرق ومصالح ومنافع، كما نرى الآن هنالك جزء كبير من الساسة الذين وصلوا إلى مناصب سياسية عن طريق هذه الحرب وبوجودها، واستصاغوا أن يكونوا جزء أو يكونوا عبارة عن قطعة على رقعة شطرنج المنطقة، ولم يحدث أي تغيير على مستوى المواطن اليمني. سنجد الجميع الآن يتجه إلى نحو الترضية بما يحصل. الآن الصومال لدينا على سبيل المثال ثلاثة دول حقيقة أو أكثر ومناطق نفوذ لكل العالم، الوحيد الذي لا يجد دولته هو الصومالي، لكن الجميع موجود، الإمارات، السعودية، أمريكا، فرنسا، إيطاليا، أوروبا عموما، الجميع موجود في الصومال الآن ويدفع ناحية مفاوضات وأشياء شكلية، لكنه لا ينتج أي نتائج حقيقية للمواطنين. بينما اليمني الآن هو في نفس الاتجاه بالضبط. الآن نقاط الصراع التي نراها وهذه قوى النفوذ التي تتشكل لن تقوم مطلقا بأي نتائج لليمنيين. هنالك علاقة قديمة من التزاوج بين التجارة، بين المال والسياسة، وكان هذا التزاوج رأيناه بين المال والقبيلة والتراث القبلي والقبائل، بين المال أيضا والدولة والحكومة والجيش والسلطة. هناك حقيقة استخدام كان لما يسمى بالإحسان السياسي، كان التجار يدفعون للأحزاب السياسية ويدفعون لبعض النافذين من أجل أن يصلوا إلى مرحلة نوع من المصالح المشتركة. ننسى جميعا أنه اليمن كانت في المرتبة 170 في مؤشر الشفافية العالمية حتى في 2016، ورغم ذلك تعتبر من أكثر البلدان في العالم فسادا، من أكثر البلدان الآن في المرتبة الثالثة كأكثر دولة في العالم تمتلك عدد أسلحة مقارنة بعدد السكان. الآن اليمن تتجه ناحية هذا الوضع الذي لن يفيد مطلقا المواطن اليمني، سيفيد فقط أرباب السياسة الذين نراهم الآن في أكثر من دولة وفي أكثر من مكان، يتزوجون ويزوجون، يعيشوا حياتهم، يعيشوا بين القصور. ذلك الذي كان يجلس في قصر في صنعاء أو حتى صعدة أو حتى مأرب أو حضرموت أو عدن، سيذهب إلى قصر آخر في منطقة أخرى في العالم. يجب أن نفهم هذا، الوحيد الذي يدفع الثمن هو المواطن اليمني للأسف. طيب، يعني إذا ما عدنا إلى التقرير بشكل مفصل أكثر، نحن عندما نتحدث عموما عن اقتصادية الحرب يبدو أن الأرقام تغيب والإحصائيات كذلك تغيب. هل غياب هذه الأرقام والإحصائيات حول هذا الملف أمر طبيعي بسبب طبيعة أو يعني فحوى هذا الاقتصاد وعدم رسميته، وكذلك للمؤشرات التي تتحدث عنها من مؤشر الشفافية وما شابه؟ أشكرك على هذا السؤال المهم. يجب أن يفهم الجميع أن شاتم هاوس في الأخير هو منظمة مثله مثل أي منظمة حرة في العالم يعني. وعندما يصدر أو يتحدث عن هذه المواضيع هو لا يتحدث بناء على دراسات، وهذا يجب أن نفهمه، هو يتحدث بناء على آراء سمعها. يعني نحن نعرف أن شاتم هاوس لديه قواعد في الحوارات يجمع فيها السياسيين وينتهج منهم ويخرج من هذه اللقاءات عبارة عن مؤشرات أو أرقام أو حتى دراسات، لكنه لم أرى دراسة حقيقية بناء على الواقع تخرج من الشاتم هاوس تعبر عن الأرض إلا إذا كانت عن طريق بعض السياسيين والباحثين. لكن الموضوع الأهم هنا بأنه استخدام المال، يعني الذي وجدناه الآن على الواقع، أنه هذا الاستخدام المال والاستخدام التجارة في هذه الحرب لم يكن جديدا. يعني أن حتى الذي أصدره الذي يتحدث عنه شاتم هاوس لم يكن مطلقا جديدا، نحن نتكلم على منهج قديم وموجود ومتعارف عليه ومتعامل عليه في اليمن. طيب، بالتالي هذا يدفع للتساؤل، ما هي العوامل السياسية التي تتأثر وتؤثر ب ما يعرف باقتصاد الحرب في الملف اليمني عموما؟ هي كما قلنا الآن أنتجت الحرب، هذه التقارير أشارت إلى الحرب، لكن يوجد هنالك اتفاق شبه إجماع بين السياسيين والتجار أصحاب المال
وبين حتى الحقوقيين وقوى المجتمع المدني لا تتحدث مطلقا عن هذه الأمور. الآن أنا أتمنى من الجميع أن ينظر إلى ما نشره الكاتب المعروف نبيل الأسيدي عن الاختلالات في الدولة أو اختلالات في الوظائف الحكومية التي تشكلت الآن. جميع القوى النفوذ السياسي حتى على مستوى الأسرة بدأ الجميع يوظف أولاده. كان الجميع توجه الآن في اليمن إلى إغلاق هذه الملفات. كنا نعرف أن هنالك علاقات تجارية وسياسية بين أفراد الحكم. نحن نعرف الآن علي عبد الله صالح، يعني سأطرح على سبيل المثال هؤلاء الذين يخرجوا الآن من اليمن واتجهوا إلى العالم الآخر. علي عبد الله صالح غادر اليمن من 2011 وتوجه إلى أبو ظبي، والآن أسرته وأمواله حتى خيوله حتى لوحاته الفنية في جدارات بيته موجودة الآن في قصور في أبو ظبي. في الاتجاه الآخر أيضا من ذهب إلى الرياض موجود الآن بأمواله ويمارس تجاراته، بل حتى اللحظة الذي نتمنى أن يذهب إليه اليمنيين إلى هو استقصاء البنى التحتية الذي الآن تبنى، لا أقول بنى تحتية وإنما منازل وعمائر الآن تبنى في صنعاء وفي عدن وكلها من أموال النفوذ ومن أموال الاستخدام السياسي. هنالك شبه اتفاق وإجماع بين السياسة والمال، بين التجارة والسياسيين والنفوذ القبلي في اليمن بعدم طرح هذه يعني سأطرح على سبيل المثال الآن ما يجري الآن، كيف عملية المال الآن التي تتنقل بين جبهات الصراع، من الذي يشرف عليه؟ كيف يصل؟ من يسأل الآن؟ نبحث عن إجابات. كم عدد الإنتاج النفطي الموجود في اليمن؟ لا يوجد مثل هذه الإجابات مطلقا ولا يستطيع أحد أن يتطرق إليها. نحن الآن نعرف أننا نصدر مثلا في هذه اللحظات، هل نصدر أم نستهلك؟ هل يوجد الآن الأموال التي تأتي من الخارج تمر ويأخذ عليها أتاوات؟ كل هذه الأسئلة لا يمكن أن تجد لديها إجابة. يعني الآن لدينا أموال في البنوك اليمنية، البنوك اليمنية أسست على أسر ومنافع خاصة ضيقة جدا لمجموعات تمتهن فقط الاستنزاف المجتمع اليمني. كل مجموعة وكل بيت تجارة في اليمن توجه إلى بناء بنك له خاص به يقوم بالتعامل بأموال الناس مطلقا. حتى المراجعات النزيهة داخل حسابات هذه البنوك وداخل إجراءاتها القانونية غير موجودة. للأسف الآن ما نلاحظه الآن أنه هذا التزاوج وهذا القبول بين المال والسياسة ذهب إلى أبعد مما نتصور في هذه الحرب. الآن نجد الآن الشركات الكبرى في اليمن تعمل في هذا الوقت، التصدير شغال، الاستيراد شغال. أريد أن أنبه أيضا إلى رسالة وضحها الذي كتب هذا المقال في الشاتوم هاوس، قال بأنه أحد التجار صرح له بأنه على استعداد أن يوصل أي بضاعة من ميناء رأس من أحد الموانئ في دبي، نعم أحد موانئ الإمارات، إلى داخل صنعاء في أقل من 24 ساعة. هل نعرف، هل نعي أن هذه الحرب لها جدوى؟ ما نراها الآن. أنا أريد أن أفهم ما الذي يريدوه الآن من هذه الحرب جميعا. يعني هي نفس التساؤلات، ذات التساؤلات التي نبحث عنها دائما. طيب دعنا في هذه النقطة نشرك معنا في الحوار الناشط السياسي والحقوقي دكتور عبد القادر الجنيد الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور، هل تسمعني؟ أنت تسمعني؟ نعم نسمعك بوضوح. خلاص أنا سأبيت قطع لكن ممكن تسأل وجهه. نعم دكتور، إذا هذا التقرير ما الذي يشكله من أهمية؟ إذا ما يعني تحدثنا على أن الباحث البريطاني بيتر سالزبيري هو من قام به، وهو باحث في المعهد الملكي للشؤون الخارجية أو تشاتام هاوس كما يعرف، خاص ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحكم معرفتك به إلى أي مدى يمكن القول أن دراسته لاقتصاديات الحرب في اليمن ستكون عميقة ودقيقة؟ شاتام هاوس مركز بحثي، وأي تقارير من تقاريره بتكون واضعة لسياسات وزارة الخارجية البريطانية، وأي حاجة وزارة الخارجية البريطانية بشؤون المنطقة بتسمع في كل أوروبا وتسمع في أمريكا أيضا. والبحث هو قائم على الاستقصاء وليس على التحليل، يعني معلومات، كله معلومات. نعم، طيب ماذا عن خصوصية الباحث؟ هل يؤثر من قام بهذا البحث في طبيعة خروج هذه الدراسة أو توجيه هذه الدراسة؟
أو المقال مبدئيا. ألو دكتور تسمعني؟ الآن أسمعك. نعم، كنت أتحدث عن هل للباحث دور في توجيه ما جاء من معلومات في هذا المقال أو التقرير وتأثيره بالتالي على ما سيأتي من بحوث أو مواقف سياسية بناء عليه؟ وضع السياسات يضع سياساته بناء على معلومات من هذا النوع، فهذه ستصبح وثيقة في أروقة العالم الغربي كله وحتى كل الباحثين من أي مكان، لأن هذا المكان محترم ويعتد برأيه. طيب الآن عندما نتحدث عن اقتصادات الحرب في اليمن، كيف تؤثر هذه الأمور في الأزمة اليمنية والملف اليمني عموما؟ طبعا أول حاجة بتحبط من معنوياتنا وبتنزل من ثقتنا بالطريقة التي تدار بها الأمور في البلاد. لكن هو التقرير بيقول إنه هذا سيطيل أمد الحرب. أنا سأستعمل نفس البيانات ونفس المعلومات وأطلع بشيء مخالف أو معاكس. هو إطالة أمد الحرب هي اللي بتسمح بهذا الشذوذ وبتسمح بهذول الفالتين إنهم يسترزقوا ويكونوا ثروات ويلعبوا ب مصير الناس اللي وضعتهم الأقدار تحت رحمتها. يعني هو في أحد يعني العناوين العريضة في هذه في هذا التقرير يقول أنه على الرغم من الأزمة الإنسانية في اليمن يبدو أن الوضع يلائم جميع الأطراف التي يبدو أنها تتعاون بالخفاء مع بعضها البعض. إذن هناك تبادل واستفادة متبادلة، ليس كذلك؟ هو ذكر الفالتين، جماعات مهمشة للغاية في الأوضاع العادية لا دور لها في أي منحة من مناحي الحياة اليمنية، لكن في ظل انعدام الأمن وانعدام السلطة وانعدام الدولة وانعدام المحاسبة هذه ناس نبتوا من الأرض مثل المفصعين اللي في تعز، ولا مثل النقاط اللي على طول الطريق، ولا مثل المعابر الحدودية، ولا التهريب، ولا نعم. إذن يبدو أن هناك خلل في الصوت. على كل حال أشكرك دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا على الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعود إلى الأستاذ نبيل البيضاني المحلل السياسي الذي ينضم إلينا عبر السكايب من السويد. أستاذ نبيل، يتحدث بيتر سالزبيري هنا في هذا المقال على أنه كلما تحدث من مقربين من رجال سياسة وقيادات للميليشيا قل اقتناعه بما يقوله الدبلوماسيون المتفائلون بوقف هذه الحرب، ما الذي يعنيه ذلك؟ حقيقة أريد أن أنبه قبل ذلك أنه الشاتم هاوس، وأراجع ما قلته، أن الشاتم هاوس لديه دراسات من قبل قديمة، لكن في هذه السنتين لم يقم بأي دراسات حول اليمن. هنا الباحث هذا اللي اسمه بيتر ساستنبلي أو بيتر سيلسبيري، هذا بيتر حقيقة هو كباحث مسؤول عن ملف الشرق الأوسط ولديه بعض المقالات. عندما تحدث في هذا المقال عن الوضع كان لا يكتب تحليلا، وإنما كان عفوا لا يكتب دراسة، وإنما كان يكتب تحليلا بما يرى. نحن نعرف هنا من مجموعة من الأصدقاء اليمنيين المعروفين بعلاقاتهم الجيدة في الشاتم هاوس، والشاتم هاوس أيضا مؤسسة ذو نفوذ دولية ولديها فاعلين يمنيين. أكاد بدون تحديد الأسماء أكاد أعرف أن هنالك مجموعة من اليمنيين هم من يصيغوا أفكار أي باحث يكتب في هذا الشأن. من هذه ما كان يتحدث فيه هو ليس جديدا، نحن تحدثنا فيه قديما ولكنه صائب جدا. هنالك علاقات التزاوج الآن بين المال والسياسة، ونتج عنها الآن رضا بهذه الحرب. الجميع سيرضى تماما الآن بهذه الحرب، وسيجد كما لاحظ الآن كثير من الأشخاص تتصل في صنعاء كيف الوضع لديكم، يقول نحن مرتاحين ولا تصدق أبدا الإعلام. هي المسألة هكذا، أنه خلاص بما أنه استطاع أن يوصل إليه فلوس ومقدر أنه يشتغل واستطاع أن يعمل وكذا، ليس مع اليمني أي مشكلة في حكاية طائرة أو حكاية هذا، تعود عليها اليمني سايكولوجيا من تربيته ومن صغره أن يتعود على مسألة
الصراع ونعيش في الصراع كأي شخص. لذلك انا اعتقد والله اعلم انه ينبغي الا ناخذ يعني الا نحمل هذه التقارير جديه اكثر من اللازم، لكن ما يشير اليه مهم جدا، يجب ان يكون هنالك حملات حقوقيه وحملات اعلاميه، يجب ان يتحدث السياسيين الان عن هذه المواضيع، يجب ان يكون هنالك دراسات وابحاث، ويجب ان يكون الاعلاميين يتوجهوا الى كشف اسماء. انا اتمنى الان من قناه بلقيس والقنوات الاخرى اليمنيه ان تتجه الى كشف اسماء التجار الذين يتاجرون بالحرب، سواء سياسيين تجار سياسيين او حتى عسكر او حتى دوليين. يعني الان ما الاحظ قبل فتره انه حصل في الرياض عمل احد القاده العسكريين عرس وحضر فيه مجموعه من السياسيين واكلوا اكل وصوروهم وكذا، هذا لا ينبغي مطلقا، وانت تتعامل مع جوعه وناس يقهروا الان في البلد ومجاعه وكوليرا. حقيقه هذا هذا هذه التوقيه البسيطه لا يعني لا يكرث فيها السياسيين. ان لم يتجه الاعلام لكشف هذه الاسماء ومحاوله وضع حقيقه انتهاج حقيقي لكشف هؤلاء المزورين جميعا، يجب ان نتكلم الان في قناه بلقيس وهذا الحوار ان نقول التاجر فلان الفلاني، ونقول القائد العسكري فلان الفلاني، او السياسي فلان الفلاني الذي فعل وفعل وفعل وفعل. هكذا يقاد العالم بالحريه، اما ان نتكلم بالعموميات كما حصل بهذا المقال فهو في النهايه ليس الا يعني رميت عباره عن حجر بسيط رميت في القاع، هل ستصل الى ما وتحدث نوع من التغيير؟ لا اعرف بالتأكيد. طيب لكن حتى أنا في هذه النقطه جميل. حتى افهم اكثر استاذ نبيل، بكل تاكيد هو عندما تصل وثائق للوسائل الاعلاميه بخاصه قناه بلقيس لن تتوانى عن نشرها بعد التاكد منها، لكن الاشكاليه كما تحدثنا على ان اقتصاد هذا الحرب ليس اقتصاد يوثق لا يكتب، كيف يمكن إذن التعامل مع هكذا نوع من الأمور؟ قلنا أنا حقيقة أوجه الجميع الآن أن يكون هنالك حملات واضحة، أن ينزل الجميع إلى البحث عن الأسماء، أن يتحدث الآن الحقوقيين حتى اللحظة يرصدوا عملية واحدة هي عملية القتل ولا الإعدام ولا السجن ولا الاختفاء القسري. هنالك عملية فساد مالي وإداري هائلة أكبر من هذا كله وهي المتسببة. يجب على كل مواطن يمني أن يتجه إلى رصد كل انتهاك يتعرض له، أي شخص يقوم بأخذ منه أموال يجب أن يأخذ اسمه ويشهر به. يجب أن يتحدث اليمنيين أن يخرجوا من حكاية القناعة، لدينا اليمنيين قناعة بالخطأ، لدينا قراعة ورضا، يعني اليمني حتى اللحظة ممكن أن يوصل إلى أي مكان في العالم وينتهك ضده أي شيء ويسكت ولا يتحدث مطلقا ولا يطالب بحقوقه. هذه الانتهاكات التي نراها في كل مكان الآن، سواء في الخليج أو سواء في اليمن أو ما نراه الآن في مصر أو الأردن، كل هذه الانتهاكات تعد انتهاكات مهمة جدا أن ترصد وأن يتحدث فيها عن من فعل ذلك. للأسف حتى اللحظة الفكرة اليمنية، اليمني بني كذا من قديم الزمان أنه لا يتحدث مطلقا عن المنتهكين ويرضى تماما بالواقع، لا يجب أن نرضى بالواقع ويجب أن نذهب لأبعد من ذلك. أنا أتمنى الآن من جميع الراصدين ومنظمات حقوق الإنسان وأتمنى أيضا من الإعلاميين اليمنيين أن يتوجهوا إلى كشف الأسماء بالاسم. أنا لماذا أعيد هنا لما فعله الصحفي المعروف نبيل الأسيدي؟ الآن يقوم بحملة كشف بالأسماء عما يقوم الآن بسرقة الوطن. يجب أن يكون، أنا أتمنى هنا عن طريق بلقيس أرسلها الرسالة لكل الناس من لديه ذرة من حب لهذا الوطن وكراهية للفساد، أن يتكلم عن الفساد المالي والإداري الموجود الآن عند الحوثيين والموجود الآن عند المخلوع. الآن عمليات يعني شراء وعمليات سرقات وعمليات قهر للمواطنين وفساد مالي وإداري كبير جدا، لكن للأسف لا ينتج عنه، لأنه المعسكر للأسف الموجود الآن هناك أكثريته معسكر أيديولوجي فكري وأيضا مصالحي كثير وتعمق في الفساد، فلا يستطيع مطلقا أن يطرح هذا الموضوع. أنا أتمنى أن الجميع أن يتحدث عن أسماء المنتهكين بالاسم. يا أخي دعونا نأخذها بكل مصداقية، جميع الفاعلين العمل السياسي في اليمن أولادهم وأبنائهم يدرسوا في الخارج ويعيشوا فيها، نحن نعيش في الغرب ونرى أسماء لامعة كبيرة جدا باستطاعتهم هنا أن يعيشوا حياة مرفهة جدا، ولا يستطيع مطلقا أي يمني مساءلتهم. أعطوا لي ما هو المبرر للصمت عن أي مسؤول يمني يرسل ابنه للدراسة في الخارج، من أين له هذا المال؟
أعطوني أي مبرر الآن، أي حوثي نجده يسافر بين الدول الآن في العالم كله، من أين له هذا الدخل الذي يذهب فيه ويمثل فيه الحوثيين ويحاول أن يتقرب فيه لأجهزة صناعة القرار العالمي؟ أعطوني هذه الأسئلة جميعها، ليس لدينا حتى اللحظة حتى شجاعة في طرحها في التناول الإعلامي. إن كنا نحن نتحدث حقيقة، علي عبد الله صالح المخلوع بنى فينا جزء كبير من الرضا بالفساد المالي والإداري، أصبح الفساد الآن جزء من العقلية المتشكلة لدى اليمني. اليمني عندما يصل إلى مكان سيتوجه للأسف، يعني أنا لا أريد أن أقسو كثيرا، في الأخير هو شعب يعني تعرض لضغوط وتعرض لحروب تعرض استنزاف. هذا اليمني الذي يذهب وأول ما يبحث عن الرشوة أو يبحث عن تجاوز النظام لأنه لم يعش النظام. أتمنى الآن من الجميع الآن الذي يرى هذه الاختلالات الموجودة في عدن من هؤلاء الذين يحاولوا استخدام المال العام، أتمنى من الجميع أن يتحول إلى اتجاه آخر، أن يبدأ ينقذ حتى نفسه وحتى ذاته وحتى حزبه وإطاره السياسي. للأسف الجميع كان يرضى بكل شيء، كان يتحمل يعني الأخطاء ويراها ويسكت عنها ثم يتساءل بعدها ما الذي يحصل. هذه نتائج صمت سنوات، فيجب التغيير، أن يكون حاد وأن يكون قادر فعلا على فضح هؤلاء الذي يستخدموا هذه الانتهاكات. طيب أستاذ نبيل، سنعود إلى الحديث على هذه النقاط الهامة التي تتفضل بها وغيرها، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. شفتنا بالحرب الويل، ضربونا احنا من الجبل مبون علينا انا كل الهدف، بس الله ستر دقت بحقنا احنا المدرسه، اجت الصوت قوي ودقت بحقنا احنا المدرسه، بعدين دخلت امن المقصف حقنا احنا، بعدين راحت بالقم الثاني، بعدين جتنا احنا الضربه، ناس كلهم راحوا، جت الضربه من المسجد وقالت من عندنا احنا قتل هنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعود للنقاش مع المحلل السياسي الاستاذ نبيل البيضاني الذي ينضم الينا عبر السكايب من السويد. استاذ نبيل، اذا موضوع اقتصاديات الحرب الآن إلى أي مدى يسهم في عرقلة جهود السلام بشكل أساسي، يعني وخصوصا تلك التي ترعاها الأمم المتحدة؟ هل تطورت الأمم المتحدة بالمناسبة في ذلك؟ حقيقة في هنالك مبدأ في التجارة يقول اشتري تحت القصف وبع عندما تسكت المدافع أو تصمت المدافع. التجارة في الأخير يبحث عن استغلال يعني الواقع المالي بأي طريقة، وللأسف التزاوج هذا الذي حصل بين المال الفاسد والتجارة والسياسة والقبيلة اليمنية، هذا وليس فقط القبيلة وإنما العلاقات حتى الاجتماعية البينية في اليمن، أنتج عنه هذا الذي كنا. المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والآخرين يتعاملوا مع أشخاص، هؤلاء الأشخاص في الأخير هم النافذين الذي يوصل لهم المعاناة أو يوصل لهم هذه الحقائق. من يستطيع أن يوصل الآن للأسف يعني لأن المجتمع الدولي هنا مجتمع منفتح جدا، والمجتمع العربي مجتمع يعني حقيقة مجتمع جدا مقهور ومجتمع فقير غير قادر على وصول إلى أجهزة النفوذ الدولي والفاعلين، فعندما توصل إليهم توصل إليهم عن طريق آراء شخصية. أنا هنا لا أبرر مطلقا مثلا للشاتوم هاوس، هنالك علاقات كبيرة جدا وبعض الفاعلين السياسيين لدى المخلوع علي عبد الله صالح، يعني الشاتوم هاوس هو مؤسسة كبرى. الأمم المتحدة كذلك، يعني الآن الفاعلين لديها اتجاهين، الاتجاه الأول هم من يعملون مثلا على مع الحوثيين وهم أكثر قوة ومقدرة في إيصال وتغليف أو تحوير الحقائق، في الاتجاه الآخر هم يتعاملوا فقط مع المنظمات المدعومة أيضا من النفوذ الخليجي، غير قادرين مطلقا على الوصول إلى أماكن الصراع الحقيقي وإيصال الناس البسطاء أن يتحدثوا. يعني للأسف أكثريتهم لا يتحدثوا اللغة العربية، وهذه واحدة من المشاكل،
يعني لا يستطيع مطلقا أي شخص أن يصل إليهم إلا إذا تحدث اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية أو الألمانية إذا كانت المنظمات الفاعلة. هذا كله أنتج إلينا يعني حقيقة عمل دولي جدا مهزوز، غير قادر مطلقا على إيصال معاناة الناس. نحن كلنا نتكلم عن ما يحصل مثلا في الحديدة وعن المعونات الإغاثية التي وصلت وبيعت في الأسواق. الجميع كان يتحدث في اليمن وأصبح شيء مشهور جدا. لم يصل هذا هذه القضية مطلقا، لم تصل الأمم المتحدة ولم يتحدثوا بها إلا مرة واحدة، وحتى عندما تصل لأنه أكثر الأشخاص الذي يتعامل معهم يستخدم، يرى أنه مثلا هم مجموعة من الحوثيين، يرى أن هذا الوضع طبيعي جدا أن الحوثيين يدعموا أنفسهم. في الاتجاه الآخر أنه ينظر عندما يصل صاحب المنظمات الدولية في الاتجاه الآخر يذهب بدون حيادية ولا يستطيع مطلقا أن يتكلم بقيمية، لأنه هو أيضا فاقدها، لأنه هناك تبريرات يعني في عدن، في حضرموت، في مأرب، في تعز، كلها مناطق تعاني أيضا حقوقيا، لا تنتج أبدا أنه يتحدث أحد بنزاهة أو يستطيع بقيمية. فلذلك أنا أعتقد المنظمات الدولية لن تأتي، لن يعني لن تستطيع مطلقا أن تفرض ذلك الشيء، ولا يعني لا ننظر إليها كثيرا. أنا أتمنى ذلك. نعم، طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ نبيل الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. إذا أستاذ الجماعي، يعني مسألة اقتصاد الحرب باتت مسألة توضع تحت نطاق التحليل والبحث أيضا بالنسبة للمختصين في الشأن اليمني حتى على المستوى الدولي. أنت كصحفي اقتصادي يمني مراقب للوضع عموما، إلى أي مدى تجد أن اقتصاد الحرب بات يشكل اقتصادا موازيا في اليمن له مستفيدون وبنفس الوقت ليست عليه رقابة؟ نعم، ربما في هذا التقرير هو أول تقرير دولي يصدر في هذا الموضوع، وأعتقد أنه تقرير جيد وطرق هذه المسألة التي سبقها من طرقتها مراكز بحث ودراسات يمنية، تقارير صدرت عن مراكز إعلامية أيضا عن اقتصاد السوق السوداء وميليشيا السوق السوداء والصاعدون الجدد الذين هم مستفيدون، تعابين الثروة والحرب المستفيدون من إطالة أمد الحرب. ويمكن القول أن هذا التقرير تأخر عن وقته كثيرا جدا، لأن المسألة طالت إلى أبعد حد، وربما مثل هذه المنظمات تستطيع أن تدرك منذ البداية أن الميليشيات هذه هي ساحتها الاقتصادية، هذه هي بورصتها التي تستطيع أن تستفيد منها كما تفعل القاعدة في بلاد المغرب العربي أو تفعل طالبان في أفغانستان. هذه فرص مناسبة للثعابين الذين يجدون في هذا المرتع والمستنقع ضالتهم. نحن نعرف كثيرا أخي، والدراسة اليمنيون يعرفون أكثر من غيرهم، أن الأموال ذهبت بشكل كبير جدا في اتجاه واحد. قد ربما التقرير عرج إلى بعض الفائدة التي تستفيدها بعض جهات في الحكومة الشرعية، وهي في نظري ضعيفة جدا، لأن المراقبين للشرعية من الشعب أكثر من المراقبين لميليشيا الحوثي، لكنه تطرق بشكل كبير جدا وتسلسل بشكل منطقي من خلال النقاط ومن خلال الضريبة التي يدفعها التجار الكبار. وربما هذا التساؤل نضعه الآن بين يديك ويدي ضيوفك في الاستوديو وبين يدي المشاهدين، أن الشركات في اليمن لم تسقط شركة حتى الآن، لم يفلس أي بنك حتى الآن، لم تغلق شركة صرافة. والتساؤل الذي يمكن أن يوضع هنا أن هذه الشركات وهذه البنوك وهذه وإن لم تسقط حتى الآن، لكنها دفعت ضريبة بقائها على قيد البقاء من خلال ما تستنزفه إياها الميليشيات، تارة باسم المجهود طيب الحربي وتارة باسم الضرائب والرسوم التي لا تدخل إلى خزينة الدولة. طيب أستاذ محمد، يعني دعنا ندخل أكثر في عمق هذه المشكلة. أنت صحفي اقتصادي، ما هي أبرز المظاهر التي رصدتها أو لاحظتها خلال عملك في لهذا الاقتصاد، اقتصاد الحرب؟ وإن كان هناك أسماء أو جهات يعني تستفيد بشكل واضح من هذه الأمور، يا حبذا لو تطلعنا عليها. نعم، أنا ربما شاركت في تقريرين هامين أو ثلاثة تقارير، أحدهما حصاد عام 2015، الحصاد الاقتصادي في اليمن،
ويعني طرحنا الموضوع على كثير من المختصين والخبراء والوزراء وزراء الاقتصاد سابقين ولاحقين، وكذلك الصاعدون الجدد والمؤشرات التي ظهرت من خلال أسماء جديدة ربما أشار إليها وذكرها وأفصح عنها الزميل الشهيد محمد العبسي، مثل شقيق محمد عبد السلام ومثل محمد العماد وغيرهم من وغيرها من الأسماء التي أن أنشئت شركات، وخاصة الثلاث الشركات التي ذكرها في تقريره وأرسلها إلينا جميعا. الشركات أنشئت لاستيراد النفط من خلال القرار الذي هو قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية، أعقبه بعد ذلك فتح المجال للاستيراد، وفتح المجال هذا لم يفتح إلا لأسماء وشركات معينة، التجار رفعوا عقيرتهم والمستوردون وكذلك الشركات الكبرى والبيوت التجارية، أن هناك يعني تحايل لصالح أسماء وشركات بعينها. من ضمن هذه الشركات يعني لا نحفظ أسماءها نتيجة لأنها حديثة وهي موجودة في التقارير جميعا، شركات بهذه الأسماء يعني يفسح لها المجال، وبينما تؤخر الكثير. ذكرت أيضا تقارير عن فساد في ميناء الحديدة وفي ميناء الصليب، هناك أيضا ميناء دمار الجمركي وميناء صنعاء الجمركي، وهذه كلها تصب في جيوب الميليشيات. دعك عن الاستثمار ما يسمى بالمجهود الحربي من خلال استقطاع الرواتب ومن خلال التبرعات التي يجمعونها في المساجد وأمام شركات الكورين وفي المدارس، ومن خلال رواتب مدرسي المدارس الأهلية تحديدا أيضا، ثم بعد ذلك الأموال التي يتلقونها من التجار يعني مباشرة تحت الضغط أو غيره. الرجل ضرب هنا مثلا في التقرير، كاتب التقرير، بشركة باسكن روبنز للآيس كريم ووصولها إلى صنعاء ما الذي يكلف، وهي شركة يعني تمر مثل ما قال عبر طرق تهريب سلاح، وهذا شيء خطر على التجار. وأيضا وهذه الطرق بالمناسبة أستاذ محمد يعني للفت الانتباه، هذه الطرق تمر من أراضي تسيطر عليها الحكومة الشرعية أو موالون للحكومة الشرعية على الأقل، وهذا يدفعني للتساؤل التالي، يعني وجود بيئة عمل ربما أسهل بالنسبة للصحفيين في مناطق الحكومة الشرعية، ألا يسهل ذلك على عملية رقابة على الاقتصاد هناك وما يمكن أن يكون أن يمثل تجاوزات أو عمليات فساد في الاقتصاد هناك؟ التقرير تطرق يعني بشيء من حاول أن يكون ممسكا للعصا من المنتصف باتهام بعض جهات في الحكومة بالاستفادة من الغاز المنزلي في مارب أو الاستفادة من عائدات النفط في عدن. عدن مدينة صغيرة جدا، وهو ذكر في التقرير أن سيطرة الحكومة أيضا صورية، وبالتالي ناقض نفسه في ذات السطر من التقرير. وعدن إذا كنت تتحدث عن العاصمة وهي كريتر، توجد فيها محطتان نفطيتان، يعني كم هذه العائدات؟ فضلا عن أن الحكومة تدفع الرواتب للموظفين العسكريين في الجبهات، وهذا وهي تدفعها من الإيرادات الداخلية، لا توجد أي دعومات للرواتب من الخارج، الحكومة تواجه حصار شديد، وبالتالي فالفساد الذي يذكر في جانب الحكومة لا يمكن حتى أن يعني تطل عليه من نافذة فساد بقدر ما هي أموال بسيطة جدا ولا تستدعي ذكرها في تقرير مثل هذا. لكنه أيضا أشار إلى تهريب السلاح، وربما يعني لمح إلى وجود طرق لتهريب السلاح من أماكن سيطرة الشرعية، وهذا ربما يجيب عليها العسكريون أكثر منا كصحفيين أو كمهتمين بالشأن الاقتصادي، لكنها من زاوية مالية. طرق السلاح وتهريب السلاح لا يمكن أن يعيقها حتى التحالف العربي، لأنها طرق يعني لها رجالها. يعني وإن كان أيضا اقتصاد السلاح والاقتصاد العسكري مؤثر كثيرا في استمرار هذه الحرب، لكن على كل حال أشكرك أستاذ محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وأعود إلى أستاذ نبيل البيضاني. إذن أستاذ نبيل، هذا الأمر بالنسبة لاقتصاديات الحرب إلى أي مدى يمكن أن يؤثر مثلا على معارك متوقعة مثل العمليات العسكرية المتوقعة في الحديدة، أو ما يمكن أن يكون حلول سياسية لإدارة معارك لإدارة ميناء الحديدة تحديداً؟
المشكلة في الحديدة هي ليست إنسانية مطلقا، وجميعنا نعرف تماما بأنه ليس هنالك، لا حتى الادعاءات التي تدعيها الآن، يدعيها التحالف بأن هنالك تهريب من ميناء الحديدة، وهنالك هذا غير صحيح. هم يريدوا كما حتى أشار هذا التقرير أن التحالف يريد أن يخنق الحوثيين اقتصاديا، والحوثيين متخوفين من ذلك لأنها هي الدخل المالي الذي ينتج الآن ويوقفهم على أرجلهم هو ميناء الحديدة، وهو المنفذ الوحيد الآن لهم ماليا. يعني في خلال 6 أشهر سيموت الحوثيين وسيموت اليمنيين معهم، يعني هذا التساؤل الأهم. من أراد فعلا من التحالف بدل أن يذهب إلى الحديدة ويحرر ميناءها، فليحرر تعز ثم يحرر البيضة ويذهب إلى إب وذمار، ثم نصدق تماما أنهم سيذهبوا إلى الحديدة ويحرروها. من ناحية هنا أريد أن أنبه، ذكرني بها زميلي قبل قليل محمد العبسي، هو التساؤل الوحيد الآن لجميع الصحفيين اليمنيين، لماذا قتل محمد العبسي مسموما؟ كان الاستقصاء الوحيد الذي يخرج أسماء ويتكلم عن أشياء بذاتها، كان الوحيد الذي أكثر شجاعة في أنه يخرج إلى النور جميع ما يراه من دون أي أبعاد سياسية أو استهدافات أو منافع من ذلك. أنا لا أتكلم منافع مالية، وأنا ما أتكلم عن أي أبعاد للسياسة، يعني لا يوجد مطلقا له، يعني ليس هناك توظيف سياسي تقصد؟ بالضبط، نعم، هو التوظيف السياسي. أشكرك لذلك. محمد العبسي لذلك قتل، وحتى اللحظة لو تلاحظ لم يتحدث أحد مطلقاً عنه، حتى اللحظة لم يتحدث حتى الذي أخرجه. نحن نريد الآن كقراء جميعنا نريد أن نعرف ما القضايا التي تحدث عنها محمد العبسي، وما الذي آلت إليه الآن. الأموال الذي لدى الحوثيين وهذه الشركات أين مآلاتها؟ نحن نريد أن نفكر أيضاً، هل تذكروا جميعاً فارس مناع الذي كان يبيع الأسلحة للحوثيين، الذي تحول يوم من الأيام تحول إلى حوثي، ثم تحول بعدها إلى يسموه محافظ، ثم تحول بعدها إلى مؤتمني، وبعد وهكذا. هذه اللعبة السياسية للأسف لا يقفقها كثير، الجميع فقط هو الذي يدفع الثمن. لذلك أنا أعتقد أنه يجب علينا أن نرفع هذه الأصوات وأن نتحدث أكثر عمقا وأكثر مقدرة عن أسماء وعن قضايا بحد ذاتها، لا نجعل الموضوع على يعني أن نجعله كذا، يعني بدون أن يكون قادرين أن نحدد. إذا لم نحدد فإننا فلنسكت أحسن. يعني مفهوم. إذن أشكرك أستاذ نبيل البيضاني المحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب من ستوكهولم في حلقة اليوم من المساء اليمني. كما هو شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات، كما هو أيضا لجميع الضيوف الذين كانوا معنا اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل منصور النقاش وبقية أفراد طاقم العمل الفني. إلى اللقاء.